باختصار شديد، السلطة القائمة كي وصلت ل 25 جويلية، من الأسباب اللي وصلت 25 جويلية هو الصحفيين. فما مناخ تخلق وصل ل 25 جويلية ساهم فيه الإعلام. واحد يمشي للطبيب عنده سخانة، هل الطبيب مش يداوي السخانة ولا يداوي السبب متاعها؟ السخانة هي مظهر للمرض الأصلي اللي هو يكون عنده مثلا التهاب في الحلق. هل عركتنا احنا توا مع البوليسية؟ شكون عمل المرسوم 54؟ هل الوضع في تونس كان في حاجة إلى المرسوم 54؟ يعني احنا فضينا كل المشاكل اللي عند التوانسة وتهنينا عليهم ومرهم مريقلة وجينا باش نحلوا مشكل مطروح وطلب شعبي ملح عملنا له المرسوم 54؟ هل استجاب إلى حاجة أو هو اخترع المرسوم هذا لغاية في نفس يعقوب؟ إيه وشكونه يعقوب؟ شكونه اللي عمل المرسوم هذا؟ الجمهورية. شكون اللي عمله ولأي غاية؟ لأي غاية إذا سمح الوقت ونرجع لها. لأي غاية مثل شيء تلاتة ونرجع لها في القفلة. باه احنا عنا ترسانة من القوانين المكممة للأفواه. جاء المرسوم 54 هذا تعمل لي ذبح حرية التعبير. عندك المجلة الجزائية الفصل 245 الثالب والقذف ويتفرع عليه 246 و247. قلت الجرائم معناها السبرنية عندك الفصل 86 مجلة الاتصالات. عندك الفصل 306 ثالثا مجلة الجزائية، كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة احدى وسائل النقل هذا يضرب من عامل 5 سنين حبس. خبرة الفصل 128 نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي. الفصل 125 مجلة الجزائية، هضم جانب موظف او شبهه بالقول او الاشارة او التهديد بالقول. شكون ايه هذه هاوي العنكوش هتولي معناها؟ وذاك علاش هي الشكايات اللي ضد الصحفيين يعملوا لها كوكتيل مولوتوف، تلقى فيها المرسوم 54 وتلقى نشر اخبار زيفة وتلقى هضم جانب موظف يعمل لك معناها من داف باش يعديك، يعني تمنع من المنداف الاول تلقى الثاني. المرسوم 54 فيه الفصل 24 وفيه الفصل 26. الفصل 26 اش يقول السيدي؟ هو في الغطاء معناه كيفاش عملوا لومبلاج حماية الطفل. حماية الطفل يعني على أساس الأشرطة إباحية وبعدش يقول لك بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل. هذه كيفاش معناه شخص يبدو في مظهر طفل؟ اللي كتبها فاش يخمم؟ شو المنداف يعني شو اللغم اللي حب يزرعه ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل اللي هي العقوبات 6 سنين حبس. كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير. خلينا من الاعتداء الجنسي، معناه غدوة معز بن غربية في مظاهرة شفت انت امني اعتداء على الظهر وصورته وعديته لهنا تضرب 6 سنين حبس. زيدهم قانون الارهاب اللي ينحي السر المهني بالنسبة للصحفيين. ايه انت عندك هذا الكل، عندك الترسانة هذه اللي هي حقل من الالغام الفكرة. انت عندك هذا الكل عليه زدنا زدت المرسوم 54 عليه مع البوليسية ولا مع القضاة؟ ولو أنهم يتحملوا كل واحد نصيب من المسؤولية كما تتحمل الأسر الصحفية. باختصار شديد السلطة القائمة كي وصلت ل 25 جويلية، من الأسباب اللي وصلت 25 جويلية هو الصحفيين. ما ننساوش هذا، روى حكاية أنه الرئيس كحك راسه قال نفعل فصل 80. فما مناخ تخلق وصل ل 25 جويلية ساهم فيه الإعلام. الخوف هو من تكرار 25 جويلية بصيغة أخرى. السلطة ما تحب حتى حد يتكلم.
باختصار معناها الافضل الناس كلها تسكت.